الحمد لله الذي رضي بعباده باليسير من العمل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد إمام المتقين وقائد المؤمن المحجلين إلى جنات النعيم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، إن الصبر من أركان الإيمان وطريق إلى رضا الرحمن، فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. فلذا أكد الرب في طلبه وجعله من عزم الأمور، ورتب عليه مزيد حبه، ووعد من اتصف به عظيم الأجور. فأهل الصبر هم أهل العزائم والهمم العالية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وأهل الصبر هم أهل التفكر والتدبر والانتفاع بالآيات والعبر، ومن آياته الجوار البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل سعادة الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالصبر واليقين. قال ابن القيم رحمه الله وجمع سبحانه بين الصبر واليقين: إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. إخوة الإيمان، من لم يكن مشغولا على الصبر فليستعن بالله وليتصبر بمجاهدة نفسه على تحقيق مقامه. فمن عود نفسه الصبر تعودت وأخذت به وتدرجت حتى يفوز بأعلى منازل الصابرين. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وإن مما يعين على الصبر التحلي به لوجه الله ولأجل احتساب ثوابه وتحقيق مرضاته. ولربك فاصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. فمن صبر بالله هان صبره وخف بلاءه وجزمل الله أيامه وأحسن عاقبته وأعانه على طاعته وصرفه عن معصيته. ومما يعين على الصبر حث النفس وأمرها وإلزامها بمجالسة الصالحين ومصاحبة الأخيار المتقين. الله جل جلاله يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. العزيز الجبار قضى هذه الساعة في الصبر، قضى هذه الساعة في الصبر. فغزوة أمضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما في مشقة وعسر، حتى قيل للفاروق رضي الله عنه: حدثنا من شأن العسرة. قال: خرجنا إلى تبوك في طير شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيرا فيعصر فرده فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. ومع ذلك سمى الله تعالى تلك الغزوة بساعة العسرة. قال الإمام البقاعي رحمه الله: وسماها ساعة، وسماها ساعة تخمينا لأوقات الحروب وتشريعا على مواقعة المكاره، فإن أمدها يسير وأجرها عظيم خطير. فكانت حالهم باتباعه في هذه الغزوة
كما قال على آله وصحبه إنك حميد مجيد. وقال الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل دائرة تستوي عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وجازهم بالخيرات على خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا، اللهم وانفع بهم أمتهم وأوطانهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. اللهم انصر جنود المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.